السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنباء عاجلة. بعد المشادة الكلامية في مجلس الشيوخ، حيث اتهم وزير التربية والتعليم أعضاء مجلس الشيوخ بالوقوف ضد سياسة الدولة في تصريح شديد اللهجة، وذلك من خلال مناقشات حول مشروع وزير التربية للثانوية العامة وجعلها 3 سنوات وليس سنة واحدة. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن التعليم منظومة اجتماعية، لا يجوز استمرار أزمة الثانوية العامة 3 سنوات وليس سنة واحدة. كما أكد وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع متفق عليه مع الجهات العليا المختصة بالتعليم واللجان المنظمة للتعليم في مصر. كما أكد وزير التربية والتعليم على أهمية الامتحان الإلكتروني، وهدفه عدم الغش وعدم تسريب الامتحانات حتى التصحيح يتم إلكترونيا، وأن هدف مشروع الثانوية العامة هو تقديم المكافأة للطلاب على جهد 3 سنوات وليس سنة واحدة. وأكد دكتور طارق أن الامتحانات ستتم إلكترونيا وورقيا، إزاي معرفش، لوجود طلاب منازل وطلاب في السجون، واتهام أولياء الأمور بأنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة، أصله ما يعرفش إن هم اللي بيدفعوا فلوس الدروس. وفي النهاية جاء قرار مجلس الشيوخ برفض القانون للثانوية العامة، وأنه لا يتوافق مع الحياة المصرية. كما أكد وزير التربية والتعليم أن في حال زيادة أعداد الإصابات بالفيروس سيتم إلغاء امتحانات مايو لطلاب التعليم الأساسي وحتى الثاني الإعدادي، والاكتفاء بامتحانات شهر إبريل واحتسابها نتيجة لنهاية العام. إذا أعجبك الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكراً.